السلام عليكم. شو بدي زيد؟ فين كالعادة نعاود نولوا ونتكلموا على البريمير ليغ اللي عند شامبيونا، اول كما يقول لك اول بطولة في العالم، اول احتراف في العالم، عندها متتبعين بزاف، عندها عشاق كرة القدم الإنجليزية. احنا نتكلموا عليها اليوم، فين نزيدوا نتكلموا على مقابلة اللي راهي تلعب، اللي راهي الشوط اول اللي انتهى 0-0 مع واتفورد وكريستال بالاس، اللي راهم 0-0. شفنا الاحصائيات تاع المقابله متقاربه ماشي متباعده، مستوى واحد، لاعبين عندهم مستوى، رغم ان لاعبين لا باس بهم، لاعبين اللي ما نقارنوهمش احنا باللاعبين تاعنا ولا اللاعبين تاع المحل البطوله المحليه تاعنا، ولكن نقولوا مستوى مشي كبير. مين تبقى تشوف في تشيلسي ومانشستر، وتشوف مانشستر يونايتد، وتشوف الارسنال، وتشوف احنا نهضروا عليهم فماك، ماشي كيما هذو البلاطوات هنا يدلوا ما كان والو، احنا خير. لا شي كيف كي رانا نتكلموا عن المقابله، كي نقولوا باللي مستوى نقارنوه معاهم فماك، ماشي مع تاوعنا. تاوعنا ما كان تا مقارنه، تاوعنا ما كانش لي مك ما عندهم وين ما عندهم مع من يتقارنوا، ما كانش يقارنوا غير بعضهم بعض، هذا ما كان. حنا نتكلموا عليهم غادي هما، كي نقول لك باللي فرق مستوى تاعهم واحد مع غاديك، ماشي احنا لهنا لا نتكلموا اليوم، خاطر عندهم مستوى واحد. فرق كي تشوف واتفورد وتشوف كريستال بالاس عندهم مستوى في المقابله اللي شناها دروك، المقابله اللي الميطو اللي شتها، ما نكذبش عليكم، شت واحد الفامي فامينيت تاليه فامينيت تاليه شتها تاع الميطو الاولى، المقابله عندها مستوى تاعها، عندها الريتم تاعها، عندها خطه تاعها، عندها اللاعبين تاعها، عندهم فرق، عندهم فانيك، عندهم ثقافه تاعهم، عندهم تاريخ تاعهم، عندهم الشخصيه تاعهم، عندهم التقاليد تاعهم. فما كل فريق كل نادي عنده تقاليد، باش نعطو نظره. اليوم شنا مقابله كيفاش، مقابله 0-0 شوط اول، شناها منحاصره في وسط الميدان، مقابله حرب في وسط الميدان. المقابله كره القدم اللي شنا، الكره اللي شنا وين دارت اكثريه في وسط الميدان، كان حرب في وسط الميدان، كانت هجمه بهجمه. شنا وين كريستال بالاس وين كان رايح يسجل، خاصة في الدقائق الأخيرة في 43، في 41، في 40 دقيقة كان رايح يسجل، لولا براعة المدافع على الجهة اليسرى، قلع البالون في آخر دقيقة، في آخر لحظة قلع البالون. وشلنا فانيك واتفورد اللي ضيع 3 بيض محققة، ضيعها واحدة، ضيعها في ضيعوا واحد في المقابلة، ضيعوا في الدقيقة 25 والدقيقة 33 والدقيقة 30، وين ضيعوا 3 فرص حقيقيه اللي سامحه للتسجيل. يعني المقابله مستوى رافع، مستوى حسب المقابله حسب المستوى تاع الفرق، تشوف المستوى رافع، تشوفهم غير هما مستوى رافع، مستوى احسن مقابله. وين شلنا الفرق في زوج، شلنا هجمه بهجمه، شلنا خطوره من الجانبين، شلنا كيفاش تنوع في اللعب، الفنيات كبيره عندهم، الا اللعب اللي كان منحصر في وسط الميدان. اللعب كيما يقولك ولاو يحوسوا على احتلال خط وسط الميدان، على هذيك شلنا الخطوط متناسقه بيناتهم، كي واتفورد كي كريستال بالاس، انهم كيفاش كانوا الخطوط، كان كيما 0-0، كانت مقابلة جميلة ما خاصها أهداف، لكن الانضباط فوق الميدان والاحترام المنافس هي اللي خلات المقابلة الشوط أول يخرج حماسي كبير بدون أهداف. هذه هي، وبعد الشوط الثاني إن شاء الله نتكلموا. صحيح وربي يحفظكم.